صحيح أن الحربي صاحب المناسك قال يقال أن أوطاس هي المكان اللي نشأ فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعرام السلمي يرى أيضا شمال غرب، طبعا احنا الآن شمال مكة في أوطاس، عرام السلمي والبكري يرون أن الحديبية اللي هي شمال غرب مكة أنها كانت أيضا نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين هذه الأدلة؟ القبائل عادتهم إلى وقت قريب إلى الآن يتنقلون من مكان إلى مكان، وخاصة أهل الحجاز، فكانوا بني سعد حسب الروايات الراجحة ابن بكر اللي نشأ فيهم الرسول وغيره من أبناء قريش يصيفون في أوطاس، يعني وقت الصيف يأتون إلى هذا المكان لأنه أبرد وأرفع في جهة نجد ومفتوحة الأرض، يصيفون بأوطاس. وإذلك هو سأل أخته اللهم صل وسلم عليه قال أين أهلك الآن؟ يعني وين صرت؟ قالت بأوطاس أو إذن بأوطاس. ويشتون في الحديبية وأيضا في هضبة شمنصير، جبل شمنصير، هناك الشتاء وهنا الصيف. إلى وقت قريب الأشراف، أشراف مكة، جميع بطون الأشراف يفعلون هذا، لكنه جنوب الطائف أكثر الروايات تنفي ذلك. طبعا هو الخلط حصل لأنه الآن بني سعد في جنوب الطائف. تعرفون أن القبائل هذا قبل 1400 سنة وأكثر، 1460 سنة القبائل تغير مناطقها، تسيطر على منطقة كان فيها ناس قبلهم ثم يسيطرون عليها. لكن بني سعد ابن بكر حسب الروايات وحسب سؤال الرسول لأخته الشيمة أنهم في أوطاس في ذلك الوقت، والرواة الآخرين ذكروا الحديبية. إذن هو الرسول اللهم صل وسلم عليه بأبي هو وأمي كان يشتي مع أهله ومرضعته في الحديبية ويصيف بأوطاس. كل الأدلة تشير أن سهل أوطاس ومنطقة أوطاس كانت مصيف بني سعد اللي نشأ فيهم الرسول ومشتاهم في الحديبية. وإن شاء الله ما يزعلون علينا بني سعد جنوب الطائف اللي الآن هناك يقال إنها مواقع، لكن كلها هذه رواة الأخبار. فحنا كل اللي يهمنا إن بني سعد حصل لهم الشرف، قبائل بني سعد بن بكر من هوازن حصل لهم الشرف. بأي مكان يعني لا أعتقد إن هذا بدقة أهمية زي الشرف اللي حصل لهم برضاع الرسول. وهذا والله أعلم.